في عالم السينما الوقت ليس مجرد مفهوم، إنه رمز للأسلوب والشخصية. في بول فيكشن للمخرج كوينتين تارانتينو الذي يعرف بأنه أحد أفضل أفلام الجرائم، يقدم لنا إحدى أهم الساعات، ساعة لانسيت من عام 1918 التي صنعت أثناء الحرب العالمية الأولى. فيلم وول ستريت دراما تعرض الثروة وثمنها الأخلاقي. ساعة كارتييه سانتوس لجوردان جيكو رمز لقوته الجارفة. في عالم فيلم أمريكان سايكو يمكن أن تكون المظاهر مضللة. باتريك باتيمان يرتدي ساعة رولكس ديت جاست قياس الهيبة والاعتبار. لومان الأحداث المليئة بالأدرينالين لسباق السيارات. ساعة هويان موناكو لستيف ماكوين أيقونة على معصمه الأيمن. في فيلم ذا دارك نايت يظهر البطل باتمان بساعة جيجر لاكوت تريفيرسو، لمسة من الأناقة في الفوضى. وأخيرا هذه الساعات ليست مجرد إكسسوارات، إنها رموز للقصص التي تحتضنها، إنها أيقونات للوقت في عالم السينما.